مكالمة أعتقد مع واحد طبعا طبعا كابتن عزيز، طبعا كابتن من عزيز الناس بن نيك، طبعا نجم الكرة المغربية ونجم نادي الوداد المغربي السابق ونجم نادي نونسي الفرنسي أيضا، هو معانا دلوقتي على التليفون. يا كابتن عزيز مساء الخير وأهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك على شاشة الأهلي. بارك الله فيكم، هذا شرف لي أن أكون معكم في هذه الأمسية. تحياتي لكم لكل الشعب المصري الحبيب والغالي، ولكم كل التقدير، وكلكم كابتن أحمد سمير وكابتن ناجي وكل الشباب وكل الطاقم اللي بيشتغل في القناة. كابتن عزيز احنا عارفين انت حياتك كلها دلوقتي مع جمعة ومع تريكة ومع حبايبك اللي هناك في قطر. والله احنا انا بقول لك انا الحين، وانت عارف كابتن ناجي، انت عارف احنا تواجهنا هنا لما كنت انت في نادي الجيش. ايوه صح، أنا كنت مظبوط، مدرب للعربي. طبعا يا كابتن، نادي العربي ما شاء الله عليك، واحنا الحين امام نادي السد، وحتقابل الحين دلوقتي نزل من عندي شيبو، وكان احمد فؤاد معاي، طبعا كان معايا وائل، وكانوا الشباب كلهم، حنلعب شويه ثمانية ونص. والناس اللي ما تعرفوش ان انت كنت لعيب جامد جدا في الدوري شوية. الفرنسي وكنت لعيب خطير. لا وشويه شويه احنا كبرنا خلاص. ربنا يديك صح. لا ازاي، لعيب كبير طبعا في الكره، في تاريخ الكره المغربيه، والشكر واجب يا كابتن عزيز بدايه لحسن الاستقبال من الاشقاء المغاربه لبعثه النادي الاهلي، وشكر واجب للكره المغربيه اللي شرفت الكره العربيه والافريقيه في مونديال قطر 22. بارك الله فيكم، واحنا نعتز بهذا التمثيل، وفخر للمغرب صحيح، ولكن المغرب للعرب، احنا نمثل العرب كامل. تخيل معي انا من المغرب الى المشرق كل العرب يتكلمون لغه واحده، بينما في اوروبا تجد الفرنسي يتكلم فرنسيه، والانجليزي بجنبه يتكلم انجليزي، والالماني بجنبه يتكلم الماني، كل واحد له لغته، واحنا عندنا لغه واحده نتفاهم كلنا جالسين، يعني نجلس مع بعض. صحيح كلنا عندنا الديالكت، وكل واحد عنده اللهجة الخاصة به، يعني اللهجة، بس عندما نتكلم بليونة يعني تفهمونا طبعا، احنا نفهمهم اكثر، لان احنا طبعا بنتابع على الاغاني والافلام، والصراحة بتسهل عليك. لكن انتم شفت ما شاء الله العديد من المصريين اللي يعني اخذوا اقامتهم بالمغرب بداوا يتعلموا المغربي، يعني خلاص بسهوله، يعني صراحه بس شوف، هذا واجب ان الشعب المغربي يستقبل الاخوان المصريين، وهذا واجب. واجب لان هذا بلدهم الثاني. صحيح صحيح، وانا اتمنى ان الجمهور المصري يحج بكثره في المغرب، لا باش نقول احنا بنراهن على الجماهير المغربيه في البطوله، يعني خليني اقول لك انه طبعا هي بطوله عالميه ولكن بنكهه عربيه، انت احنا بنتكلم على ثلاث فرق عربيه بتشارك في البطوله، فبالتاكيد طبعا الرهان على الجماهير المغربيه في المسانده، يعني صح ولا ايه؟ لا هتشوف احنا ما عندناش، احنا في المغرب عندنا فقط الفرق المغربيه والفرق العربيه، الفرق العربيه عندما تلعب مع اي فريق تشجع الفرق العربيه، وخصوصا لما تكون مصريه او تونسيه او حتى جزائريه، يعني ما عندناش مشكل، المغرب ما عندوش ولا مشكل، مرتاح مع ضميره، لان انا دعني اذا مصري، انا رحت مصر سنوات، وكنا في الثمانينات كنا بنروح، ونروح الازهر ونروح الخلخلين، وشفنا الاستقبال، وشفنا ونروح في الاغاني، والشعب مضياف، والشعب يحب الغنى والرقص والضحك والفكاهه والدم خفيف، وكذلك في المغرب، تروح السوق المغربي نفس الشيء، ما تجد الا الاستقبال والضحك والفكاهه. طيب طبعا العمل، ولكن طبعا كل التقدير كابتن عزيز للشعب المغربي، بس خليني اسالك بجد كوره بقى، يعني كوره، نتمنى طبعا الارض والجمهور يلعبوا دور مع الفرق العربيه، وخصوصا طبعا اتمنى طبعا الاهلي المصري، لانه الاهلي شويه طريقه بعيد عن الهلال والوداد، يعني الهلال والوداد هيصطدموا ببعض مبكرا، لكن الاهلي سكه تانية، يمكن نتقابل في النهائي، ما حدش عارف، نتمنى يعني. لكن خليني اسالك بجد، شايف يعني، ويمكن بعد كمان البطوله توقيتها بعد بطوله كاس العالم اللي كانت في قطر، وبعد اداء مشرف للمنتخبات العربيه، شايف حسابات البطوله ازاي، وشايف فرص الفرقه العربيه ازاي في مونديال المغرب اللي هيبتدي ان شاء الله يوم الاربعاء؟ طبعا بعد هذا التمثيل المغربي المشرف، اظن بان كل الفرق العربيه سوف تكون تحت المجهر. اي خلاص، ما عادش
اي فريق او منتخب عربي يكون متواضع. لذلك فسوف يكون تحفيز للاعبين. يعني كل لاعب حيقول يعني طموحه حيزداد وحيكبر. تجربة المغرب يعني هتكون ملهمة طبعا اكيد. برافو عليك، برافو برافو عليك، مهم جدا. لذلك فانا قلت اولا، قلت عبدين، قلت انا الصراحة هذا الانجاز المغربي سوف يخدم الكرة العربية في الاستثمار في المنشآت الرياضية، في ملاعب القرب، الاهتمام بالناشئين، بالشباب. والكابتن ناجي حيتفق معي وبيحب ايضا الشباب الصاعدين. الكل الان سوف يريد ان يصل الى 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 اعلى درجه. طب خليني رايك الفني، مين الاقرب للوصول للمربع الذهبي للدور قبل النهائي في مواجهه الريال وفي مواجهه فلامينجو؟ والله اظن الريال حاليا بيعيش فترات رائعه جدا، وشفناها في اخر مباراه حتى امس امام ريال، امام ريال سوسيداد، شفنا امام في الكاس امام اتلتيكو مدريد. انا الصراحه ريال مدريد رغم بعض الاخطاء الدفاعيه في بعض الاوقات، لكن ريال مدريد يبقى ريال مدريد حتى في الصعوبات. شفنا منهزم امام اتلتيكو يعود في المباراه. شوف ريال مدريد قيمه مؤكده، قيمه مؤكده، ممكن هفوه ولها كما اتت كما حصل مباراة برشلونة في السوبر كوب، لكن في الكأس ممتازة. لكن لا لا، مباراة السوبر ما كانتش هفوة، دي مباراة بتفرض واقع جديد هيحصل ويتكرر في كوبا ديل ري بعد في خلال أيام. يعني برشلونة عادة وبقوة. يعني أنت برشلوني. أنا كتالوني. كابتن عزيز مدريدي، خلي بالك. ما أنا كتالوني بقى، لا ما أقدرش أسكت له في الحتة دي. أنا أوكي، أنا لما حلل، شوف لما حلل بصراحة ما تعرفنيش برشلونة ومدريد. ولكن شوف، لازم الواحد يحلل او يكون واقعي. الانتماء شيء، الانتماء كلنا اهلاويين وداديين مدريديين برشلونيين، ولكن في بعض الاوقات لازم الواقع يحكم. شوف الواقع يقول بان ريال مدريد في السنوات الاخيره هو الاقوى. طيب اطراف المربع الذهبي من وجهه نظرك مين الاقرب؟ يعني مين الاقرب؟ انا بالنسبه لي ريال مدريد حيكون. ريال مدريد واصل كده كده، هو فلامينجو، الهلال ولا الوداد؟ من الناحيه الثانيه، الهلال ولا الوداد، مين اقرب؟ أنا الوداد طبعا. انا طبعا الوداد طبعا. تتمنى الوداد؟ دي قصه. وشايف مين اقرب؟ دي قصه ثانيه. انا 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 اتمنى الوداد صراحه. اتمنى الوداد، لكن الوداد حاليا لازم يتطور ايضا، لان ما فيش راس حربه. راح بنزا. ايوه بنزا مشي طبعا. ما عادش في اللعيبه اللي كانوا موجودين، القرتي وناجم كان في قبل ثلاث سنوات كان يكسر الدنيا، حداد، بن شرقي. تغير الفريق الحين، غيرنا المدرب، جاء مدرب جديد. الحين الوداد يبحث عن هويه جديده، يبحث عن لاعبين جدد. الوداد ليس كالاهلي. الوداد لازم كل سنه، وهذا من سنوات نحن من الثمانينات، كل سنه او سنتين لازم يبيع لعيبه عشان النادي. كابتن عزيز منيجي، انا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معانا. كل التوفيق طبعا للانديه العربيه وفي مقدمتها الاهلي المصري.